في شيء اسمه الساتر بين سوريا والأردن، هيك شوية تراب يعني هل احنا ونطلع التلة وننزل على الأردن. فأني لما وقفت بالذروة هون يعني بالخط الفاصل طلعت على سوريا في معي شنتاية، قلت يعني 60 سنة بهالوطن هذا اللي بدي أشيله من الوطن يعني. فرميت الشنتاية وقلت خليني أفوت على الأردن يعني بصفر اليدين، أفضل أشرف من أني أكون جايب معي بقايا يعني. ما بتقدرش يعني تحمل إشي من وطنك يعني، فينسجوا فيها أوعية. هاي واحدة من الأوعية اللي مخصصة لوضع الخبز يعني، هيك هونية هون نحط خبز. هذا جرن الكبة، كل بيت المفروض يكون فيه لصناعة الكبة يحط. طبعا هذا كله مشان يعني بس حفظ الهوية السورية يعني.